جديد على كارتونيتو، إن كان بإمكانكم تخيله. زحلوقة مائية، حلبة السباق، جيس روميلتا، فسيبنيه فريق بنائي باكس باني، رايون بوركي. شكرا لك. مهما احتجتم فهم يملكون ما يلزم. أنا كنت لأقول إنه عمل مذهل حقا، وهو كذلك. على أمل أن تكون حساباتهم دقيقة. أحسنتم يا فريق علوني. العرض الجديد فريق بنائي باكس باني ابتداء من 5 نوفمبر على كارتونيتو.